السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حصتكم سكري سالي. اليوم عندنا وصفة جديدة اللي هي تحلية الفيرين بالأناناس. نحتاج في الوصفة تاعنا حليب، عصير الأناناس، أناناس ملحية، بيض، صفار البيض، سكر، جوز الهند، مايزينا، شرائح الأناناس، وعطر الأناناس، وزبيب تيقة. نبدأ نحضروا التحلية تاعنا. نحطوا الحليب، نحطوا أناناس ملحية، ونزيدوا معها جوز الهند، نحطهم فوق الفرن. في صحن آخر نحطوا البيض، نزيدوا معه سكر، نضربهم مليح، يذوب السكر مع البيض. بعد نزيدو مايزين، في نفس الوقت نحركو الخليط تاعنا فوق النار. نزيدو نحطو زبيب، دوكا نزيدو عصير الأناناس في الأخير. هاي التحلية تاعنا وجدة، نطفيو الفرن. ونبدأ
نبدا نعمرو الكيسان تاعنا. نسحق قبل ما تنشف باش ما تخليناش لي تراس. نزيدو بقية حتى نكملو. نخلوكم أعزائي المشاهدين مع فاصل قصير ونرجع لكم بعد ما تبرد التحلية تاعنا. عودة لكم أعزائنا المشاهدين بعد ما تبردت التحلية تاعنا. كنت تشوفوا فيها كيفاش زيناها بالأناناس والزبيب. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم. نتلاقاو في حصة جاية إن شاء الله. بصحة فطوركم.